الشام عالصمارة الشام عالصمارة وقالوا واش نديرو الهدر المدرسي تتحمله الحكومة ويتحمله الوزير المسؤول عن القطاع ولسنا نحن فقط نعبر عن ملف مطلبي. الاحتجاج ليس لأجل الحوار، الحوار ليس سقف بالنسبة لنا، ليس مطلب، لا نريده. نحن لسنا نقابات، نحن نبحث عن تحقيق ملف مطلبي حده الأدنى على الأقل إسقاط، أقولها بملء الفم، الإسقاط وسحب هذا النظام المشؤوم، وليس نعدل نجود، لأن هندسته تخرج جميع رجال ونساء التعليم من الوظيفة العمومية، وهذا ما نرفضه. ثالث شيء ورسالة نريد أن نؤكد عليها، يتحدث اليوم الكل في الإعلام بشكل متخصص أو غير متخصص إلا ذو الشأن عن التعليم، وينعقون بما لا يعرفون، وإجابتنا لهم بفصاحة المتنبي: إذا أتتك مدمتي من ناقص فتلك الشهادة لي بأني كامل، ونحن على درب النضال سائرون ماسكون على الجمر. أن يتحدث رئيس حكومة بمصطلحات لا تنم لا عن سياسة ولا عن فعل سياسي، وإنما هو تحقير حتى الفعل السياسي وحتى المؤسسات رئاسة الحكومة، ما معنى دير النية؟ أليس عزيز أخ نوش رئيس الحكومة الذي كان يعاتب عبد الإله بن كيران عن استعمال مصطلحات فضفاضة ونحن أو دينية ونحن في إطار الممارسة السياسية؟ كن في مستوى اللحظة التاريخية والمنزلق التاريخي الذي تعاني منه المدرسة العمومية اليوم، الكل يشير لها بالأصبع، والجدار الأخير للطبقة المسحوقة والمتوسطة هو جدار التعليم، فهو الأساس وهو التنمية، فتريد الحكومة أن تجهز عليه. إن وقوفنا اليوم واحتجاجنا اليوم يجب أن يعزز ويؤازر من جميع المغاربة، لأن احتجاجنا اليوم هو من أجل الأجيال المقبلة لحقهم في مدرسة عمومية حرة مستقلة وذات جودة.